ايش في يابا؟ ايش شكلي خبطت فيها يا بنات، شوفوا ايش جابها. حرام. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا فيكم. يا اهلا وسهلا فيكم يا احلى ناس. عقلات جوانولي اليوم. اليوم بدنا نصور لكم الروتين المسائي، فحابين انكم تتابعونا لاخر الفيديو. رح نريح شوي ونبلش نصور لكم، تابعونا. وينهن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا حلوات؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. زرتوا المدرسة؟ نعم. كيف كان اليوم المدرسة؟ جميل. اذكروا لي شيء إيجابي واحد فعلتوه في المدرسة اليوم، هاي لازم كل أهل يطلبوه من أولادهم يوميا حتى نعودهم على إنه يدوروا على الأشياء الإيجابية ويركزوا عليها. اذكروا لي شيء إيجابي يا ليليان. هو يعني أشياء هيك حبيته. بحصة الثقافة المالية قسمتنا لنص مجموعات. طيب. كل مجموعة طلبت منها. تعوهم بابا تعوهم عشان يضاء شوي. أيوة. كل مجموعة. إنه ماذا لو كانت النقود مثلاً قطرة ماء، خشب، أحجار، حتى طلعنا قضبان معدنية. طيب. فطلعنا مميزات إلها وسلبيات. وطلعنا أي شيء ممكن نطلعه. والناس تسأل بعدين باقي المجموعات إذا في إيجابيات أو سلبيات عندهم إياها. جوان كان عندها إنه صعب تزويع، هاي الوحيدة اللي حكت الباقي ما قدروا من كثر ما طلعنا أشياء. طبعاً إيش يعني من الأشياء الإيجابية طلعتيها؟ طب حضرتك إنه أنا طالعة على السوق مثلاً، حد إشي إجي يضربني بقدر أستخدمها بدل نقود إني أضربه فيها. بابا هو حدا بده يضربك؟ ليش يضربك يا حبيبتي؟ تدور السوق خير إن شاء الله. وأنتي يا جوان شو اليوم كان في إشي إيجابي في المدرسة؟ أحب الحصص يوم الأربعاء، بحبه لأنه كان الحصص بحسها بتمر بسرعة، وكان يوم حلو إنه هيك إحنا والصحبات. أحكي عن شغل اليوم عملتيها في المدرسة؟ إيش؟ حكيتي لي إياها اليوم؟ نسيت. مين تأخر اليوم؟ تأخر عن لما نزلت حصة. شو عملتي اليوم؟ كنا شو اسمه يعني حصة، ففكرنا حكيت إنه يعني إنه اللي فهمنا إنه ننزل تحت على الساحة. رحنا نزلنا أنا وصاحبتي على الساحة، ما في حدا. رحنا طلع يعني أكثر الناس بتدور علينا ورحنا على الصف رجعنا. الله يقويكم يا رب. اليوم إن شاء الله حيكون يوم ماتع مع جوان وليليان بالروتين المسائي بإذن الله. وأول شيء بدهم يعملوه بعد طبعاً ما طبعاً الغرفة إشي يعني صيفي وشتوي. إيش هذا؟ ثلاثة كياس. إيش هدول؟ الجاكيتات، هذا كان إلي وهذا لجوان، بنحطهم فوق الخزانة بس إن شاء الله بس نخلص الشتوي. طبعا احنا حنرتب صح، هنيجي نحكي عن ترتيب غرفتكم قريبا إن شاء الله، حيكون في فيديو لترتيب غرفة جوان وليليان وتبديل الصيف والشتوي. ولكن هلا شو بدهم يعملوا؟ بدهم يرتبوا غرفتهم عشان يبدأوا يومهم المسائي. بابا مش أنتوا في العادة طب تكونوا مرتبين قبل ما تطلع المدرسة؟ مش دا. لا يعني مش احنا بنحب النوم يعني ما بنلحق. يلا الله يقويكم يا رب، الله يقويكم. يلا الهمة الهمة في الترتيب والتظبيط. شو اليوم حيكون في عندنا أشياء بابا جميلة اليوم نتفعل فيها؟ حيكون دراسة. لا بابا دراسة ما بدنا، ما ذيك اليوم ده أخذنا الدراسة. لا إيش بنسوي بروتين المسائي؟ وهاي شو بتسوي غرفتكم؟ هاي شو اسمه؟ لازم نطلعها من ضمن الأغراض لنصفطها. إيه؟ صراحة بيحكوا عني. هاي فرفيحة، هلا. فرفيحة تتويك. ليش بدي احط لك ريال؟ ريال كايلا ما ايش يا سيد؟ شو هالرياضي بعد ما روح وارتاح؟ اليوم شو عندك انت في الروتين تاعك؟ تيكواندو. تيكواندو كم يوم بتروح في الاسبوع؟ سبت اثنين اربع. ما شاء الله انت ثلاث ايام بالاسبوع تروح تيكواندو. يا بطل بسم الله. يلا بالغلط. حادث. ايش صار يا ستي؟ لا 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 ايش صار؟ فهمينا ايش صار؟ لا. ايش في يابا؟ ايش في يابا؟ يا بنات شوفوا ايش جابها. حرام. يابا ابعدي. يا حرام بالله من هاي. اشوف وين وين فرجيني. لا هي اشوف. هاي سلامتك يابا سلامتك. ايش يا بابا؟ انا مش فاهم ايش اشرحي لي بس وين اي وحده هاي ولا هاي؟ مالها ممكن بالعربي؟ لا. طب شو عمل؟ الله يرضى عليك فارس. حن عليها حن عليها حن يلا يرضى عليك.
خلاص خلاص يعني خلص الوجع. لا يا عمري يا عمري يا عمري خلص بس يا ابو بس حبيبتي انت حبيبتي يا عمري انا اسفه ما خنقتي صح يا عمري اضرب جوان بناكل لا جوان شو دخلها بابا ها ها المره الجايه خليك تطلع ضدي شو دخلها جوان يا بابا بناكل لازم تطلع مع الاغراض ما حدا فهم منها ايش يا عمري خلص خلص لا تعيطي لا تعيطي يلا الوضع مزري شوفي طبعا من روتين كل طالب مدرسة اللي لازم نعمله كل يوم كل يوم كل يوم انه ندرس المادة اللي اخذناها. احنا كمان نزلنا لكم فيديو study with me لمدة 10 دقايق عشان نشجعكم، هاي الرابط فوق بدنا اياكم تروحوا تحضروا عشان تتشجعوا. وكمان هلا حندرس وبعدين نرجع لكم عشان نكمل باقي روتيننا. وبعد ما خلصنا الدراسة بدنا نرتب جدولنا عشان خلاص هيك نكون مستعدين لليوم اللي بعده. يعني شو عامل جدولي؟ يعني لونت عشان يبدو يزهو يعني بين قوسين خربته. هيك اجتهاد شخصي قررت هيك فجأة لونه. لونته وطلع شكله يعني الصراحة اشي بجنن خصوصا الرياضيات هذول. ايش عنا؟ دير انا تسميه ترى بكره دينا مهني طب احنا سامعين صح تسميه الحديث في بعض الايام لما يكون عندنا وقت فاضي نلعب شطرنج لانه هاي اللعبه مفيده بتخلي الدماغ يتحرك وكمان نتسلى اوكي يلا بلشي والحلو كمان انه كل العائلة بتلعب هاي اللعبة يعني مثلا بتلعب جوان وانا بعدين مثلا جوان وبابا بعدين انا وماما هيك يعني الكل بيتسلى ومنقضي وقت حلو حتى فارس ما انه صغير بيلعب معنا ومن ضمن الاشياء المهمة في روتيننا هي حفظ القرآن احنا بنقسم الحفظ علينا عشان بس يجي يوم الحصة بنكون حافظين احنا عنا حصتين بالاسبوع بيكون فيها حفظ ومراجعة دائما لازم الواحد يضل متمسك بالحفظ حتى لو كان قليل لانه القرآن فيه بركة فيه بركة وهو فيه له اجر فهلأ رح ابلش حفظ انا هلأ بحفظ بسورة الاحقاف يعني هلأ انا بحفظ بجزء 26 بس هي اخر سورة وبكون خلصت ان شاء الله بلش باللي بعده الذي فاز بوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي كمان من روتيننا ان نلعب مع فرح لانها حرام يعني احنا فارس بيكون العاب ولادية فلازم حد يلعب معاها يلا اعملي البيت أهلا وسهلا أنا طبعا هم بطلع عليهم هي بتلعبها وأنا طبعا بشاركهم من بعيد أركب لك حامل يحط لك بوكلة إهدي شو يلا واو فرع واو يلا ركبي إيش بدك تعملي هاتيا إيش بدك تجيبي كل الأشياء كل الاشياء ايش تعالي هدايا مساء الخير انا معي رساله امامي من اهل الشمال اهل الشمال جماعه الخير لهم 20 يوم حصري قطعوا عنهم جميع اشكال الحياه من اكل من شرب من علاج من غاز من وقود المستشفيات الاسعافات تهجير قصري واجباري واللي برطش يطلع بنص بالطرف فوق راسه حرقوا مراكز ديواء حرقوا مخازن الرحم نزلوا مربعات سكنيه فوق رؤوس الناس اللي فيها اعدامات ميدانيه اعتقلوا بالنسوان قبل الرجال بابا ايوه شو اخبار رزق اليوم اخ يا بابا الله يكون في عونه والله يا بابا الاخبار للاسف صعب الوضع كثير صعب في الشمال الان الشمال بابا ناس محاصرين لا اكل لا طواقم طبيه ما في اسعاف تخيلي مناطق كامله فيش فيها اسعاف اليهود بيستهدفوا وبقصفوا ما في حدا يوصل لهم لا اطباء ولا شيء الله يكون في عونهم يا بابا دورنا يا بابا اول شيء احنا نذكر الناس ما زالت
غزة وأهلها بحصار والحرب عليهم ما زال شديد. والإشي الثاني بابا يكون لنا دور في الدعاء لهم ما ننساهم، لأنه أقل شيء ممكن نعمله إحنا الدعاء. إذا في شيء أكثر برضو كنا نتكلم شيء برضو أكثر ممكن إحنا نسويه. الله يصبرهم يفرج عنهم يا بابا، ونفس الوقت كمان يا رب يفرج يعني كرب كل المسلمين، كل المستضعفين في كل مكان، في السودان الأحداث برضو بابا صعبة، كمان في لبنان في مشاكل، في سوريا الله يعينهم. شو هذا اللي عملتيه بالصالون؟ شو اللي عملتيه بالصالون؟ ما عملت هيك. ليش طيب هذا كلياته الخربطة هاي؟ فرح إذا الناس. طيب وش عملوا الناس؟ طلعوا الكساس. طلعوا الكساس؟ اه. طيب وانت شو بتعملي بعدين؟ بعدين جوجو لولو تعال بابا ساعده بترتيب الصالون. كنت بضبضب بالصالون بس عشان فرح تلعب فيها. والله أهلين. شو يعني انتم ما بتحبوا تساعدوا خواتكم في ترتيب البيت مثلا؟ مين خواتنا؟ اختكم واخوكم. هذا بابا كل يوم ترتيب الصالون كل دقيقه. كل قد ايه؟ كل دقيقه. يا ريت كل يوم. اسمعي انت السبب؟ هي وراك. وين مين اللي وراي؟ فارس يا بابا انت بدك تطلع، يا رايح كسر ملايح، طالع ضب اغراضك وروح، مش هيك اترك لنا الاشياء. طلع طلع ليليانا تقول انها يا الله يا الله. ايوه ولا تقولي لي هذا كمان مرتينكم بالله. اه انني في الشالات. تكوي ايش؟ شالي. طب هو بلاطيني انا مين بيكوي لي اياها؟ متراكي. ايش؟ متراكي. يابا زمان ما وديت 3000. البلايز. ولا حتى البلايز ولا زمان. اصلا عشان انت بالله بالله انت مصدق حالك هيك بتكوي؟ لا طبعا. اه؟ لا طبعا. شو بتسوي العاده؟ يمكن كل 10 سنين مره بكوي الشال. طب شو يعني مين بيكوي لك اياها؟ ما بكوي. هيك زي ما هو بتلفيه وخلاص؟ شكرا يا ليليان على ما شاء الله الروتين الجميل اللي انت بتخربه بالشال. انا بتقربه كمان. لا 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 حركات. ايوه وشو هذا؟ اشي اسمه كريم. شو يعني كريم؟ يعني كريم. شو يعني كريم؟ لا شو بتعمل انت هلا؟ بدهن كريم عشان نحافظ على بشرتنا تكون هيك لامعة. ايش بسموها؟ نظيرة ولا ناظرة؟ اشي زي هيك تنظر الينا. طيب شو بتعمل انتو بابا في العادة؟ بعد ما نخلص صلاة العشاء بنجهز حالنا للنوم وبنحط كريم وبكون جدولنا جاهز وكل اشي بنغير منه خلاص وتصبحوا على خير. وهيك بكون انتهى الروتين تاعكم. وشو هاي القربة اللي عندك هاي؟ هاي بشحنها كل يوم قبل ما انام. شو فيها؟ مي سخنة يعني هي ما باردة هسه بس ما طال الكهرباء بتصير سخنة عشان تدفي. يا رب يدفي بابا كل الناس اللي في الخيم اللي ما عندهم هلا دفى. وفي ختام هذا الفيديو بنتمنى انه يكون عجبكم وتستفيدوا من الاشياء الحلوه اللي بنعملها، وحابين تحكوا لنا ايش اكثر اشي عجبكم في روتيننا، وبنستناكم بحلقات ثانيه والى اللقاء.